وفي نشرتنا بعد الفاصل. محافظ أربيل يتوعد خطفي المحامي محمد صوفي بالعقاب وينفي اختطاف مسافر عائد من بريطانيا. وإفتاء إقليم كردستان يحسم الجدل الدائر حول أداء صلاة الجمعة إذا تزامنت مع أول يوم من أيام العيد. والأمطار ترفع مستويات مياه السدود في السليمانية. والجيش السوداني يواصل التصدي لقوات الدعم السريع ويعلن أنه سيمارس واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد. والوزراء العرب يدعون إلى دور قيادي عربي لإنهاء الأزمة في سوريا. واعتقال رجل بعد انفجار دوى خلال إلقاء رئيس وزراء اليابان خطابا غرب البلاد. وتسعة قتلى في قصف مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا.